طبعا طفت مصر كلها في كل مكان، وانا بحب الشرقية حقيقة يعني. ولكن دايما بقول نحن في بيت من بيوت الله، ضيوف الرحمن، ضيوف الملك، لابد ان نتأدب بأدب الملك. بنيجي دايما عشان نسعد الناس وندخل عليهم البهجة والسرور، واحنا في قرية السعديين يعني اسم على مسمى. عشان كده بجيب لكم الصفوة من إذاعة القرآن الكريم، الكلمة اللي قالها فضيلة الدكتور السعيد محمد علي، كلمات توزن بميزان الذهب، هتدي للشيخ محمد عبد القادر أبو سريع دفعة عظيمة جدا. يا شيخ محمد احنا ضيوف كبير مهندسي إذاعة القرآن الكريم، مهندس متولي عبد البصير والأخ ياسر أبو الهدى وأهالي قرية السعديين، عايزينك إن شاء الله تمتعنا وما تبخلش علينا. تفضل. مشكور. إن الله وملائكته يصلون على النبي، سلموا تسليما. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا وتول أمرنا واحفظ مصرنا يا رب. الله أكبر. عدتي وعتادي ثم الصلاة الصلاة على الحبيب الغالي سيدنا النبي. الله أكبر. عدتي وعتادي ثم الصلاة على الحبيب الهادي. الله أكبر جل في عليائه وله القداسة بقصدي ومرادي. رباه إني قد أتيتك ضارعا أدعوك ربي أن تنير فؤادي. سلمت أمري للمهيمن معلنا عفوك ورضاك يا رب. سلمت أمري للمهيمن معلنا حبي لربي لا إذن بحماه، فوضت قلبي للكريم تغمدا ومضيت في دربي ألوذ حماه.
حادثت نفسي بعد طول تأمل حادثت نفسي بعد طول تأمل يا نفس توبي يا نفس توبي يا نفس توبي يا 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 نفس توبي واطلبي مأواه يا نفس غدي للذي خلق الورى وتمسكي واستغصني بغراه رفعت أكف الضارعين لوجهه مستغفرين وطالبين رضاه يا نفس غدي للذي خلق الورى